زي ما وعدناكم مستمعينا راح نكون في القاهرة يعني على الموعد مع لقاء مع الفنانة الفلسطينية عبير صنصور. عبير طبعا بتقدم كثير من الأعمال هذه وإن كانت في القاهرة لكن أعمالها كلها لفلسطين ولا شعبنا, وهذه هي طبعا الرسالة وهذه هي العطاء. يعني شعبنا الفلسطيني وين ما كان إن كان في الوطن أو في الخارج دائما بيحمل فلسطين في قلبه. عبير أصدرت طبعا آخر أعمالها كمان أغنية للأسرة, وهناك كمان عمل للأطفال لأن الأطفال هم الجيل المستقبل. خلينا نستقبل عبير من القاهرة. عبير صنصور يعطيك العافية. عبير عافية. صباح الخير, كيفك خالد؟ صباح النور. كيف الوضع عندكم في القاهرة اليوم؟ والله تمام عادي زي كل يوم. أكيد أنت متابعة يعني قلبك في فلسطين وعينيك على فلسطين, بتابعي كل كبيرة وصغيرة. يعني عبير احنا بنعرف طبعا أكيد. أكيد احنا يعني آخر أعمالك الفنية اللي بتتعلق في فلسطين كانت أغنية على الأسرة, صح؟ صحيح صحيح. تعطينا فكرة عنها وعشان رح نسمعها احنا وياك على الهواء, بس تعطيني فكرة عن هذه الأغنية. أوكي. هو صراحة يعني أنا بتابع كل أخبار فلسطين. في اللي هو الأسير حمدون طه, نعم. طبعا كلنا سمعنا قصته وكلنا شفنا كان مضرب عن الطعام وقلبه وقف مرتين وكان لا سمح الله راح يعني كان معرض أنه يفارق الحياة بأي لحظة لأنه كثير كان وضعه صعب. الحمد لله إضرابه إجا بنتيجة, ولأنه أنت عارف قصة الحكم الإداري والقصص هاي اللي إحنا بنتعرض لها دائما كل أسرانا بيعانوا منها. كانت والدته بتستنى فيه أنه يتحرر بكل لحظة. وتواصلنا مع بعض وبعتت لي كلمات هي كانت ألفاها قديما عن الأسرة. هي بصراحة قالت لي يعني أنا حابة إنك تعطيني أسلوب معين إني أقرأها أو أحكيها لما يطلع حمدون. يعني أعطيها طريقة إنها تلقيها. فأنا عجبتني كتير الكلمات ولحنتها وسجلتها بالاستوديو, بس الفكرة هاي كلها أجت في يومين لأنه كان مفروض يطلع مثلا بعد ما كلمتني أو بعد ما قالت لي الكلمات بيومين تقريبا. فأنا استغلت الفرصة بسرعة وحبيت كتير الكلمات وحسيتها هيك يعني لكل الأسرة, وتخيلت الأسرة كلهم بإذن الله يعني محررين, وحبيت أني أقدمها هدية إلها ولكل أمهات الأسرة. فرحت بسرعة سجلتها بالاستوديو. اللحن طلع معي ارتجالي هيك سريع من جواي يعني. وبعتتها لأم الأسير, كتير كتير فرحت فيها. يعني هذه كلمات أم الأسير. اتفقت معها انه اول فيديوهات كنت بنتظر لحظة خروجه باللحظة على اساس اول ما تبعت لي فيديوهات امنتج الفيديو على الاغنية, وهذا اللي حصل. يعني هلأ كمان اللي على الفيديو هذه هي صور للأسير اللي بتعلق الكلمات فيه. نعم نعم, هو لا يعني هو لكل الأسرة لكن بشخص أكيد. يعني بشخص واحد يعني طبعا أنا الفكرة طلعت اللحن فيه فرح وفيه حزن بنفس الوقت. فيه فرح إنه في أسير طالع وفي حزن لأنه في أسرة كتير وأمهات كتير بيستنوا لسه في أولادهم وبناتهم يطلعوا من الأسر. إن شاء الله إن شاء الله كلهم بيطلعوا. خلينا عبير نسمع الأغنية مع بعض, نسمعها مع بعض لأول مرة طبعا على الهوى النورس. تمام. زيد الحريري يمو الأسر زيد الحريري, ما هو عميلي وابني بطل ما هو عميلي. زيد الملبوس يمو الأسر زيد الملبوس, ما هو جاسوسي وابني بطل ما هو جاسوسي.
زيد الدهباني يمو الأسر زيد الدهباني ما هو جباني وابني بطل ما هو جباني مسود حجارك سجن الناقب مسود حجارك ما حدا زارك لولا البطل ما حدا زارك طريق بعيدي سجن الناقب طريق بعيدي ورا الحديدي حطوا الشباب ورا الحديدي مسود خيماتك سجن الناقب مسود خيماتك ما حدا فاتك لولا البطل ما حدا فاتك زيد الحريري يمو البطل زيد الحريري ما هو عميلي وبنتحرر ما هو عميلي زيد الملبوسي يمو البطل زيد الملبوسي ما هو جاسوسي وبنتحرر ما هو جاسوسي زيد الدهباني ويمو البطل زيد الدهباني ما هو جباني وبنتحرر ما هو جباني وزيد الدهباني البطل زيد أكيد رح هذه طبعا هذا العمل رح يكون على هوانا وإحنا بنتمنى كل الأسرة يكونوا طبعا ينعموا في الحرية. عبير رجعت لك أنت معي؟ لا معك. يعني كلمات بتمثل واقعنا وإحنا يعني كلنا مجنونين وكنا أسرة لأنه قضية الأسرة هي قضية كل شعبنا الفلسطيني سواء في الوطن أو في الشتاء صحيح. وإن شاء الله صحيح. بتكون الحرية قريبة لكل أسرانا وهذا ملف يعني جرح نازف الله. نازف يعني أنت عارف هاي كلمات والدة حمدون اللي هي زلفة طاها وقديش هاي الست عانت وهي كان عندها ثلاث شباب في الأسر وقديش عانت مسكينة وهي رايحة جاية من زيارة لزيارة ومن يعني كلنا عارفين هاي المعاناة فالكلمات طلع من جواها يعني أكيد يعني هذه حسينا في الكلمات وحسينا في كمان حتى النغمة واللحن هذه ألحانك أنت عبيرة ألحاني طيب. حتى المونتاج أنا عملته بداية وهو في الأسر لحد ما طلع وحضنته أمه يعني بصراحة كنت بمنتج فيها وأنا ببكي من المشاهد يعني ما كنتش قادر أستحمل أكيد وضع صعب وإن شاء الله هذا المشهد بتكرر يعني إطلاق سراح كل الأسرة حلم إلنا كلنا وإن شاء الله هذا حق بإذن الله يا إن شاء الله. رب عبير يعني رب. من هذه المشاعر إحنا حابين كمان ننطلق للأمل والأمل بتجسد في الأطفال وإنت طبعا كتبتي وقدمتي صحيح. ويعني قدمتي كتير أعمال مميزة للأطفال وكمان عمل جديد يعني بعد الجرة وبعد مريم والجرة وكتير من الأعمال اللي احنا بنفتخر فيها على مستوى الوطن العربي. شو آخر أغنية كمان موجودة للأطفال خلينا نطلقها اليوم احنا وياكي كمان تحكي لنا عنها؟ قدمت أغنية النحلة للأطفال كتير حلو إنك تحبب الطفل بالأشياء الجميلة اللي حواليه يعني النحلة الكل بخاف منها والكل بيهرب منها رغم إنه إلها فوائد خطيرة يعني أنا جبتها بطريقة كلمات الأغنية للشاعر سائد سويركي سائد كتب لي كتير أغاني رائعة للأطفال وللكبار حتى يعني هو لما بيكتب للأطفال بيكون طفل كتير الأغنية ألحان من عبد المنعم سعيد وتوزيع ياسر شماوي الأغنية كمان رسمت ليها بنتي مريم زي أغنية الجرة وعمل ليها جرافيك أحمد عصام من مصر الأغنية تحكي عن النحلة اللي بتروح بتزور البستان وبتوشوش جدي وبتوشوشني في داني وبتحكي لي أسرارها الحلوة يعني فيها أمل فيها حياة فيها مود
فيها بساتين، فيها نعم. جمال. فرسومات مريم وألوانها أعطت الجمالية للأغنية وللأطفال أنهم يسمعوها ويشوفوها والحمد لله يعني لقيت تعليقات كتير كتير حلوة على الأغنية من الكبار ومن الصغار بصراحة. حلو. إحنا بنقول في كل داخل، في داخل كل واحد فينا طفل، وهذه صحيح. الطفولة هي اللي بتعطينا طبعا، بتعطينا الأمل في الحياة يعني، وتعطينا الأمل صحيح، تعطينا الأمل وتعطينا كمان الإقدام. فخلينا نسمع الأغنية إحنا وياكي مع بعض، نرجع لك عبير. أوكي. نسمع أوكي. طبعا هذه الأول مرة كمان على هوانا وعلى يوم تطلق كمان يعني. الأول صحيح. يا نحل كتير 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 كتير، رفقتي مثل العصافير مثل العصافير. طنيتي يا نحل كتير 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 كتير، رفقتي مثل العصافير مثل العصافير. ما تخافي قولي يا نحل قولي لي وسرك في بير، ما تخافي قولي يا نحل قولي لي وسرك في بير. طبعا هذا العمل كمان رح نحطه على هوانا وحتى نكسب الوقت مع عبير. عبير رجعنا لك. يسعدني خالد طبعا انه اغنياتي تنطلق من اذاعه النورس لكل الوطن ان شاء الله. هذا بشرفنا كمان، واكيد احنا دائما يعني مبسوطين جدا لانه دائما عبير عباره عن نبع. عندنا برنامج نبع اطفال على فكره، واحنا بنقول دائما النبع متدفق، وانت يا عبير دائما بتعطي وتقدمي وعلامه مميزه في الوطن العربي. يعني هذه الاعمال اعمال كمان الطفوله ما لها وطن، هذه لكل اطفال العالم يعني انسانيه. صحيح صحيح صحيح. هذا صحيح. والطفل إذا أنت اهتميت في الطفل يعني هو أساس المجتمع. كيف أنت بتربيه وكيف أنت بتعطيه هو بيعطيك في المستقبل وبيكمل مسيرتك لأجيال قادمة. وبعدين الطفل عجينة أنت بتشكلها زي ما أنت بدك. فعشان هيك أنا بصراحة كتير كتير عندي قلق دائم تجاه الأطفال، لأنه هلأ للأسف يعني الأغاني اللي بتطلع هاي اللي بسموها مهرجانات واللي بسموها اللي هي حرام، يعني أنا بحس إنه حرام هاي تخدش سمع الأطفال إنه يسمعوا منها أشياء يعني بتأذيهم سلوكيا وكل إشي بصراحة. فكتير عندي قلق للأطفال وإيش يسمعوا وإيش يتربوا على إيش. إحنا زمان زمان الحياة كانت كتير مختلفة، كانت كتير أبسط كتير أقرب للأم، يعني أقرب للجد إنه نسمع التراث، نسمع الأشياء الجميلة اللي تربوا عليها جدودنا. هلأ للأسف لا، يعني الحياة كلها اختلفت. هلأ في كتير من الأمهات عن ظروف الشغل أو على أشياء مختلفة، الأم بتترك ابنها في الحضانة وبتشوف حياتها، وبتكون الفترة اللي هي لازم تقعد فيها مع ابنها أو بنتها تربيهم صح بتكون كلها بعيدة عنهم للأسف. يعني أنت بتحمل المسؤولية في هذا الموضوع يعني للأم؟ بجد أنا كتير كتير بحس أنه لازم كل فنان عليه دور كبير جدا أنه يقدم شيء رائع وشيء محترم وشيء جميل لتربية الأطفال، أنهم يسمعوها ويحبوها. نعم عبير، يعني احنا بنراهن على الطفل. طبعا الطفل هو المجتمع، هو المستقبل، هو كل شيء اللي احنا بنحلم له. يعني انت بتعتقدي انه يعني المسؤوليه يعني في الدرجه الاولى في قضيه الطفل والتقديم الاهتمام بالطفل؟ نطلع فاصل ونرجع. يا نهضة قلب فلسطين،
معك اذا رجعنا مع الفنانة عبير سنصور من القاهرة. طبعا عبير، يعني قبل ما نختم معك، انت حكيتي قضية مهمة على يعني ظروف واوضاع الطفل اليوم في المتغيرات العالمية والتكنولوجيا واهتمامات البيت والاهل وخاصة الام. انت لمحتي للام انه الام لازم تعطي اهتمام كثير على حساب وهج الحياة. هذا اساس يعني بتعتقد الام هي بالدرجة كل تربية. يعني بتعتقدي انه يعني انت بتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى في الظروف اللي يعني بتحيط في الطفل، هي للام وللبيت بالدرجة الاولى، للأسرة، للام، للأسرة. نعم، انا هيك رايي، انا رايي هيك، لانه اساس التعليم، اساس تعليم كل طفل، اساس كل اسره هو الام، هو البيت. يعني زمان احنا زمان السن الطبيعي لدخول الطفل للمدرسه هو 6 سنين. صحيح. اللي هو جريد 1، اللي هو الصف اول ابتدائي. صحيح. هلا صار في عنا روضة، طبعا كان في حضانه، كان في قصدي روضه وبستان، اوكي. هلا في حضانه من 3 شهور، حرام، اكبر حرام انه الطفل يدخل حضانة وهو عمره 3 شهور وهو عمره سنة. نعم. السن هذا اللي لازم ياخد كل اشي من امه، كل اشي زي ما باخد الحليب برضو باخد، يتعلم، تحكي له، تعلمه، احضنه. الحضن خالد هو الدنيا كلها. صحيح. الحضن، حضن الام لابنها هو الدنيا كلها، بتعطيه كل اشي في العمر. هذا اللي بفسر بعدين الرضاعة. الرضاعة الاساسية. يعني مفروض الطفل يرضع من امه نعم. سنة ونص على الأقل. نعم، أيوة. هلأ للأسف كل إشي تغير، وهذا حرام كتير. يعني اليوم في ظل عبير، يعني اليوم كتير من الأمهات هلأ بيزعلوا منا، بتقول أنا المرأة العاملة، وأنا المرأة اللي بدي أطلع مناصب، وأنا المرأة اللي بدي أخذ مكانتي وشخصيتي، على حساب الطفل اللي لازم يأخذ الاهتمام اللي تحكي عنه، اهتمام بالرضاعة، اهتمام في الأمومة. والله خالد أنا عندي رأي، معلش، أنا لما بحكي هذا الإشي أكيد. الستات بيزعلوا مني فعلا. يعني الله خص المرأة اللي هي اللي تحمل، وهي اللي تولد، وهي اللي تحمل إنها وترضعوا بعد ما ترضعوا. الرضاعة يا جماعة، الرضاعة حب وحنان وثقافة وعلم وكل إشي. يعني أنا ما ينفع، أنا الله أعطاني هذا الإشي، هذا الوظيفة الأساسية تبعتي، أتركها وأروح لإشي تاني؟ لا أبداً. أربي بنتي، أربي ابني. أنا واحدة من الناس، أول ما عرفت أني حامل بمريم ولا حفلة عملت ولا شغل نهائي، لأنه أكبر استثمار، أكبر استثمار هو بالابن. مصار مريم عمرها 3 سنين. نعم، يعني الاستثمار الأكبر هو في بقول بقول الاستثمار الأهم هو بالأولاد، بالأطفال. طبعا أولادنا هم الوطن، أولادنا هم المستقبل. أنا لما صارت مريم عمرها 3 سنين، ساعتها فكرت إني أرجع أشوف شغلي وأعمل حفلاتي وهذا. طيب. وكمان شغلي من خلال بنتي معاي في الطفولة، في الأمل، في كل إشي. طيب. فحرام يا جماعة حقيقي، وهذا الإشي كمان حسينه. هذا الإشي مؤثر كتير على المجتمع وواضح. صح. تماما بصمات. طيب. البعد، بعد الأهل، بعد الأم. طيب. عن تربية أولادها واضحة تماما في التربية، واضحة تماما في الحياة، في السلوك. صح. في كل إشي. عبير، عن كل أصالة إحنا رح نكون، إحنا رح خطر. يعني عبير معي، عبير سمعاني، إحنا إن شاء الله رح نكون في محطات جاي. رح نكون في محطات جاي نحكي في هذا الموضوع معك أكثر، لكن عشان ضيق الوقت يعني أنا يعني كان بودي نكون معك أكثر. لكن كلمة أخيرة، يعني هل في هناك عندك أعمال جديدة على مستوى دراما، تمثيل، الشغلات؟ هل في أعمال جديدة بدقيقة يعني إذا ممكن؟ على مستوى الدراما بصراحة بنعرض علي أعمال، لكن خالد أنت عارف يعني أنا بصراحة قضيتي ورسالتي الوطنية هي الأولوية عندي في كل إشي.
يعني ما بقدر أقدم عمل أنا مش حاسسته أو أنا مش حبيبته أو شايفة إنه هو بعيد عن الرسالة بشكل عام، مش رسالتي، يعني مش رسالتي وطنية فقط، رسالتي إنسانية كمان. أنا بحس بنفسي كتير إيش أنا بقدم للجيل، إيش أنا مثلا الجيل الجاي لما بدي يسمعني سواء على الأغنية أو على التمثيل، بحس إني لازم أفيده في رسالة معينة مهمة في الحياة. فما بقدر أقبل أي عمل، يعني للأسف إحنا هلأ في وضع شوي ملخبط فنيا كتير، يعني على مستوى الأغنية الهبوط شديد يعني بصراحة في مستوى الأغنية، والدراما للأسف إحنا برضو متجهين للنزول للأسف. فلا ما يعني ما بقدر أخذ أي عمل إلا وأنا حاسة إنه هو فعلا بيقدم شيء رسالة مهمة للأجيال الجاية إن شاء الله. الفنانة عبير سنصور طبعا من القاهرة كنت معنا، بدي أشكرك وأتمنى لك كل الخير وشكرا لأعمالك اللي طبعا راح تقدم على أثير الراديو النورس. بنتشرف هذا الحكي، شكرا. شكرا خالد، صباح الخير لك وللنورس ولكل جمهورنا وحبايب فلسطين. شكرا.